وينضم معي عبر الهاتف من صنعاء الأستاذ سعد الماوري، عضو اللجنة الدائمة. أستاذ سعد، صباح الخير وصباح المؤتمر. أهم تركة ورثها الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح هي حزب المؤتمر الشعبي العام، يعني ومن يستثمر هذه التركة هل سيقود اليمن في المستقبل؟ وهل تعتقد أن المؤتمر قادر أيضا اليوم على إنقاذ البلاد وقيادته في هذه المرحلة المفصلية المهمة من تاريخ اليمن؟ هذا سؤال لي. أكيد لك يا أستاذ سعد. حياك الله، أهلا وسهلا، وأشتقنا لكم يا زملائنا الأعزاء. شكرا أستاذنا الحبيب. الله يحفظك. المؤتمر الشعبي العام منذ إنشائه قام على الحوار، وشكلت تشكلة لجنة قرار من جميع الأحزاب، وقام على الحوار من أساسه إلى الآن، وهو الآن الحوار. والمؤتمر الشعبي العام على الحوار، طالما الحوار يصب في مصلحة الوطن. واعتقد انه تاريخه معروف، المؤتمر الشعبي العام بانجازاته الديمقراطيه الاجتماعيه التنمويه، يعني احد يمكن ينكر. والمؤتمر الشعبي العام لوحده لا يستطيع ان يحل مشكله اليمن او اي حزب اخر، ما لم تكن هناك القوى الوطنيه تحس وتشعر بمسؤوليتها نحو الوطن والشعب، وتوحد ارائها ومبادئها ومقترحاتها في صالح الوطن. هذا هو الذي يمكن فعله الآن. والمخرج الحقيقي هو مخرج الحوار. أمر الحرب والسلاح وهذا ما أدى إلى سلام. الحوار هو الأساس وهو المرتكز الحقيقي لإعادة اليمن إلى ما كان عليه وإلى ما كان أفضل مما كان. طيب يا أستاذ سعد، يعني هناك بعض المجموعات كانت تريد اجتثاث المؤتمر الشعبي العام، لكنها تأكدت أن المؤتمر لا يزال يمثل رقما صعبا في الساحة السياسية اليمنية، ما تعليقك على ذلك؟ الحقيقة هذه ليست جديدة. المؤتمر الشعبي العام أعتقد من تقريبا 94، وهم يحاولوا يعني تهميش، يحاولوا وما تشكل اللقاء المشترك إلا من أجل المؤتمر الشعبي العام أو تحجيم المؤتمر الشعبي. لكن كل ما أرادوا أن يحصلوا المؤتمر أو يضيقوا عليه بيزيد اتساع وبيزيد إنجاز وبيزيد تطلع وأمل فيه. والشعب أصلا الشعب مؤتمر بطبعه بفترة المؤتمر، لأن المؤتمر الشعبي العام يعني قايم يعني من العقيدة الإسلامية ومن عادة وتقاليد شعبنا اليمني. أستاذ سعد، الوطني واضح. أستاذ سعد، هل تعتقد أنه جزء من استمرار المؤتمر الشعبي العام هو حفاظه على حرية الرأي والديمقراطية الرشيدة؟ بالتأكيد، لولا المؤتمر الشعبي العام لما كانش يعني بحرية وبديمقراطية ويؤمن بالرأي والرأي الآخر لما استمر. كم أحزاب يعني قيمت، وكم أحزاب قبل المؤتمر الشعبي العام زي البعثة زي الناصري زي الأحزاب الأخرى زي الإخوان زي بس لأنهم لا يؤمنوا بالديمقراطية ولا بالرأي والرأي الآخر، ولذلك يعني تهمشوا وتقلصوا. لكن المؤتمر الشعبي العام ظل رائدا في هذا الشيء، وهو الذي تبنى الديمقراطية في اليمن. ما كناش نعرف بالديمقراطية قبل المؤتمر الشعبي العام، كنا نعرف أن الرئيس يعين في مجلس الشورى ولا في هذا يعين تعيينات، يعني لا مجمع المؤتمر الشعبي العام يعني يؤسس للديمقراطية. لكن يبدو أن الديمقراطية لم تعجب الكثير، ولذلك حاربوا المؤتمر الشعبي العام، حاربوا الديمقراطية. والمؤتمر سيظل مستند على القاعدة الشعبية التي تؤمن بأن الوطن للجميع. أستاذ سعد الماوري، في ختام مداخلتي معك، ما هي الكلمة الأخيرة التي تود أن توجهها للقيادات للمؤتمر سواء في الداخل أو في الخارج، وأيضا لقواعد المؤتمر الشعبي العام على امتداد مساحة الوطن؟ أنا أريد أدي رسالة للقيادات. أولا، توحدوا من أجل أن تتوحد القاعدة، لأنه إذا اختلفتوا في القمة ستختلف القاعدة يعني وتفكك. ونحن معنا الميثاق الوطني مرجع لنا كلنا، ونظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام. إذا آمنا وتمسكنا به ونفذنا سيكون حزب ديمقراطي متميز عن باقي الأحزاب.
ورسالة للقواعد أنه تماسكوا مثل ما أنتم تماسكون واستمروا على نهجكم المنتاجي وإن شاء الله سحابة وتزول. خلص تقديري لك الأستاذ سعد الماوري عضو اللجنة الدائمة، كنت معي من صنعاء.